بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع الحصة الأولى في تصنيف النبات بعنوان تصنيف النباتات الزهرية واللا زهرية. أهداف حصة اليوم: أولا نبين الاختلاف بين النباتات أحادية وثنائية الفلقة. ثانيا نقارن بين النباتات اللازهرية. أولا، إذا طلب منك مثلا أن تصنف النباتات التي أمامك بمجرد النظر إلى نباتات زهرية ولازهرية، طبعا واضح من الاسم أن النبات الزهري هو الذي يمتلك زهرة، النبات اللازهري هو الذي لا يوجد لديه زهرة، فيكون الترتيب كما هو واضح أمامنا من الصور: النباتات الزهرية واللا زهرية. الزهرية هي الزنبق، لا زهري الخنشار، الفول، الصنوبر، التفاح زهري، السرخس لا زهري، البرتقال زهري، والسرب لا زهري. لو تأملت الأربع نباتات الزهرية ستجد أن لها وجود الزهر في الأربع صور، والنباتات اللازهرية لا يوجد الزهار في الأربع صور. إذا النبات الزهري هو الذي يمتلك الزهار، هو النبات اللازهري هو الذي لا يمتلك أزهار. الهدف الأول عندنا اليوم هو بيان الاختلاف بين النباتات أحادية وثنائية الفلقة. النباتات الزهرية تنقسم إلى نباتات أحادية الفلقة أو ذات فلقة واحدة، حيث تتكون بذور هذه النباتات الزهرية من فلقة واحدة، وتمتاز بأن أوراقها رفيعة والعروق فيها متوازية. ومن الأمثلة عليها الذرة والقمح والشعير والنخيل والموز والأناناس والبصل والأرز. تجد نبات ذو فلقة واحدة البذرة مكونة من جزء واحد، والأوراق طولية رفيعة ذات عروق متوازية. أما في النباتات الزهرية ذوات الفلقتين، تجد أن البذرة تتكون من جزئين متساويين في الحجم والشكل، والأوراق بتكون عريضة وليست رفيعة، والعروق فيها متشعبة ومتشابكة وليست متوازية. ومن الأمثلة على هذه النباتات الفاصوليا والفول والتفاح والحمص والبرتقال والليمون. ركز هنا في الصورة، تجد البذرة في الأعلى فلقة واحدة، في الأسفل فلقتين متساويتين. ورقة النبات ذو الفلقة الواحدة في الأعلى ورقة طولية رفيعة متوازية التعرق، أما ورقة نبات ذو فلقتين ورقة عريضة وذات تعرق متشابك. طيب، ناخذ سؤال على هذا وهذه الجزئية: قارن بين النباتات ذوات الفلقتين وذوات الفلقة الواحدة حسب الجدول. من حيث شكل الورقة بنجد إن ذوات الفلقتين ورقتها بتكون عريضة، أما ذوات الفلقة الواحدة بتكون الورقة رفيعة. العروق في ذوات الفلقتين بتكون متشابكة، وفي الفلقة الواحدة بتكون متوازية. طيب، النبات في الصورة التي أمامك يتبع الفلقة أو الفلقتين؟ تأمل أوراق النبات تجد أنه يتبع ذوات الفلقتين لأن أوراقه عريضة وشبكية التعرق. الهدف الثاني يقارن بين النباتات اللازهرية. في صفحة 14 في الكتاب نجد أن النباتات اللازهرية يذكر عليها كأمثلة: أولا المخروطيات، وهي أنواع من الأشجار مخروطية الشكل، تحمل أوراقا إبرية وتكون تراكيب تسمى المخاريط وإليها نسبت، والتي تعد أعضاء التكاثر فيها. يعني المخروطيات والتي تنتمي إلى النباتات اللازهرية تستخدم المخاريط بدلا من الأزهار في عملية التكاثر. هذه المخاريط تتكون عليها البذور، ومن أشهر الأمثلة على المخروطيات نبات الصنوبر ونبات السرو.
نوع آخر من اللازهرية وهو السراخس أو السرخسيات، وهذه لها طريقة تكاثر مختلفة. على السطح السفلي للورقة تجد أن هناك كما ترى في الصورة أبواغ حمراء اللون، هذه الأبواغ تحتوي على تراكيب دقيقة جدا، تمام، إذا سقطت على بيئة رطبة فإنها سرعان ما تنمو وتكون نبات سرخس جديد، وهي طريقة فعالة جدا في تكاثر هذه الأنواع من النباتات اللازهرية. كذلك هناك نبات آخر بيسمى بالحزازيات، ومن الأمثلة عليها نبات نراه ينمو في الأماكن الرطبة وبجوار الآبار، وهو نبات الريشيا، وهذا النبات يتكاثر مثل السرخسيات عن طريق الأبواغ. إذن لو حبيت أعمل مقارنة بين المخروطيات والسرخسيات مثلا من حيث طريقة التكاثر وشكل الأوراق، سنجد أن المخروطيات تتكاثر بالمخاريط زي الصنوبر والسرو، أما السرخسيات فإنها تتكاثر بالأبواغ. من حيث شكل الأوراق، أوراق المخروطيات أوراق إبرية، وده بيساعدها في تحمل درجات الحرارة المختلفة، ولذلك الأشجار المخروطية هي أشجار دائمة الخضرة لا تسقط أوراقها. أما السرخسيات فأوراقها شراطية متهدلة زي نبات السرخس زي ما شفناه في السابق. طيب لو حبينا ناخد سؤال آخر على ما سبق، بيقول لي صنف النباتات الآتية إلى نباتات ذوات فرقة أو ذوات فرقتين، عندي الكوسة، عندي النخيل، الذرة، الخيار. النباتات ذوات الفرقة الواحدة النخيل، عندك الكوسة فرقتين، الذرة فرقة، والخيار فرقتين. طبعا ده اللي بيحدده شكل البذرة إذا كانت جزء واحد أو جزئين متماثلين. طيب لماذا تختلف المخروطيات في طريقة تكاثرها عن أقسام النباتات اللازهرية الأخرى؟ طبعا لأن المخروطيات تتكاثر بالمخاريط، لكن بقية اللازهريات اللي عندنا زي السرخسيات وزي الحزازيات بتتكاثر بالأبواغ، وهي طريقة مختلفة عن طريقة المخاريط. إذن اليوم استرجعنا ما سبق درسته في الأسبوع اللي فات، الجزئية فقط بتاعت وجود الزهرة أو عدم وجودها، أن النباتات تنقسم إلى جزئين، نباتات زهرية ونباتات لا زهرية. النبات اللي عنده زهرة يبقى نبات زهري، النبات اللي ما عنده زهرة هو نبات غير زهري. النباتات الزهرية بدورها بتنتمي أو بتنقسم إلى ذوات الفرقة واحدة وذوات الفرقتين. ذوات الفرقة الواحدة أوراقها رفيعة تعرقها متوازي، ذوات الفرقتين أوراقها عريضة تعرقها متشابك. النباتات اللازهرية في منها المخروطيات والحزازيات والسرخسيات، والاختلاف الأبرز والأهم بين هذه الأنواع الثلاثة هو طريقة التكاثر. فالمخروطيات تتكاثر بالمخاريط زي الصنوبر والسرو، والحزازيات والسرخسيات تتكاثر بالأبواغ زي نبات الخنشار ونبات الريشيا. وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذكركم بالواجب المنزلي، مشروع عن تصنيف النبات، ده طبعا غير الواجب على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمدرسة. وأشكركم جميعا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.